هلو هلو هلو، ازيك يا حليه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. فيديو النهارده هو رحله احنا هنخدها مع بعض. انا بجد لو ما ظبطتش انا اكتر واحده هتزعل فيك. نباتاتي بتشكرك. ده يا جماعه الوقت في السنه اللي انا باجي بكون زهقانه فيه من كل حاجه، وقت الصيانه خصوصا. صح، انا محتاجه جدا الصيانه دي السنه دي. الاحداث اللي حصلت اخر شهرين في حياتي اللي متابعين تحديدا على الانستجرام، اخر فتره بسبب تعب بابا وتعب تيتا بجد البيت عندنا في حاله من الدربكه. كانت اخر شهرين البراند والشغل الجديد وضغط كل حاجه جديده. فيا جماعه انا مستوية على الجنبين. قررت ان انا اعمل اكتر حاجة انا بحبها واقدم لنفسي احسن هدية، وهي اننا هنعمل نيو لوك. يا جماعة دي بجد اكتر حاجة بتغسلني كده من جوايا. اكيد يا جماعة برنامج جويل بالصراحة احلى، يعني بجد احنا جيل التسعينات نشأ على البرنامج ده. هاخدني من ايديا، اعديني على مراحل صيانة متكررة، نطلع في الاخر بني ادم جديد. ده هيكون انتنس، هيكون فيه تجارب كتير واماكن كتير لاول مرة انا بجربها. الفيديو ده مفيهوش ولا مكان دعاية ولا مكان سبونسر. كل حاجة هتعدي هي تجربة، يا صابت يا خابت. واصلا فكرة ان انا اعمل كل الحاجات دي في وقت صغير برضو يا رب ان هي تظبط لكم. صيانة فهي صيانة بمعنى الكلمة. احنا هنعدي على 7 مراحل. كده اقولها لكم مش بالترتيب، انا كاتباها كده. نغير لون شعري ونغير الكات بتاعته. بجد يا جماعة شعري بقى ممل قوي، بقيت زهقانه منه. بقالي سنة، اكتر من سنة، سنة و3 شهور انا ما جيتش ناحية شعري. محتاجين نعمل فيشيال وسكين تريتمنتس لان بجد بشرتي تعالوا كده قربوا لي. بصوا بجد بشرتي عبارة عن مأساة. عندي حبوب سودا، عندي مسام مقفولة، عندي هم ما يتلم في وشي. الريتاتش تاني المايكرو بليدنج اللي انا كنت عاملاه لانه اتمسح تقريبا، بقي بس منه حاجات بسيطه، فمحتاجين ان احنا نظبطه لان بجد دي من الحاجات اللي بتفرق جامد جدا في نفسيتي. راح عايزه اعمل نيو لوك، فقررت ان انا هعمل لاش اكستنشن. ان انا الفتره دي مش قادره اهتم خالص بنفسي ولا قادره اعمل حاجه. عايزه اي حاجه تحسسني ان انا لما بصحى الصبح ابص في المرايه بحس ان هو انا حلوه. لو فاهمين قصدي، الجمال جمال الروح وكل حاجات دي. عايزه اعمل باديكير حلو جدا في دلع الرجلية، لان انا كنت متعوده ان انا بروح كل شهر. بعد كده بالدربكه دي تقريبا بقالي حوالي 3 أو 4 شهور ما روحتش. ففعلا دي من الحاجات فعلا بتفرق في نفسيتي كده، اني اقعد كده على كرسي المساج كده ويتعملي باديكير حلو. بجد بحس ان راحه الانسان بتبتدي من رجليه، ففعلا بحس ان انا اتغسلت من جوه. محتاجه اعمل تبييض لاسناني. في ناس هتشوف ان انا اسناني بيضه، ولكن محتاجه اعمل تبييض. انا متعوده ان اسناني كانت دايما بيضه قوي، فانا اخر فتره بشرب قهوه كتير بصراحه مش هكذب عليكم، فابتدت ان هي تصفر شويه لو شايفين شويه. ده هيكون تبييض في المنزل زي ما انا دايما متعوده، اللي هو لزقات كريس، بس محتاجه اجيب كورس جديد. اخر حاجه ودي اكتر حاجه بجد انا محتاجاها في الليست، هي دي اصلا اللي خلتني اكتب الليست دي كلها، اعمل مساج لجسمي كويس قوي قوي قوي. عندي اصلا تعب في الاعصاب، واصلا اعصاب جسمي، يعني انا حرفيا في حتت في جسمي نقط الم بسبب الاسترس وبسبب الانكزايتي اللي عندي. حته ان يتعمل لي مساج دي هي فوق ان هي حاجه ريلاكسنج وحاجه حلوه، الانسان بيحس ان هو بيدلع نفسه، بس فعلا جسمي محتاجها، جسمي محتاج حد يفكه. قررت ان انا هدور على افضل اماكن بتقدم السيرفيسز دي وهدلع نفسي من الاخر. فانا مبسوطه ان انتوا هتكونوا معايا في الرحله دي، وصراحه انا مبسوطه ان انا اشاركها معاكم عشان احس ان انا ليا ونيس كده وليا حد يشجعني، عشان لو جيت في اي وقت كسلت زي ما بيحصل كل مره وقلت لا خلاص دي مش مهمه دي مش مهمه، انتم تفكروني وتصحصحوني. وبالمناسبه انا بعت الليست دي برده كذا حد من اصحابي، فبرينا شجعتها وقالت ان هي هتعمل بعض الحاجات معايا. فالنهارده هي بعتت لي كلينيك للفيشيال تريتمنتس، وهما كانوا عاملين والله اوفر لزوز قوي. فلو حبيتوا الفيديو ده، حبيتوا فكرته، وتسوشن تشجعوني بلايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان اول ما ينزل فيديو جديد وتجارب جديده تكونوا دايما معايا فيها. والنهارده التجربه بتاعت النهارده تحديدا هتكون فيرينا صاحبتي معايا، بعت لي كلينك على الانستجرام اسمها كويا تقريبا، يس كويا كلينك، وبعتت لي ان هم عاملين اوفر على السكين كير انتي وصاحبتك مع بعض. وافتكروا ان الفيديو ده مش دعايه، فانا لسه هروح النهارده لاول مره هجربهم، بس شفت عليهم ريفيوز كويسه لما دخلت على الانستجرام اكونت بتاعهم. اي حد هيدلعني وهيبسطني فعلا هلاقي فعلا السيرفيسز بتاعته حلوه. هسيب لكم اللينكس بتاعته تحت علشان لو حد حابب يعمل الترانسفورميشن العظيم اللي احنا هنعمله النهارده. احنا هنعمل اللي هي اكبر باكج عندهم اسمها رويال سيشن، بيحصل فيها كلينزنج للوش، ديرما بلاننج، بخار، وهايدرو فيشيال ستابس، اكسفوليت اند كلينز، ريموف بلاك هيدز اند وايت هيدز، تونر، سيرم، هايدرو جيلي ماسك، ايز اند ليب ماسك، يو في لايت، اتش بي، الفيتامين امبولز لتجدد البشره وتفتيح البشره،
والديوريشن بتاعت السيشن دي بتكون 60 دقيقة تقريبا. فبصراحة متحمسة جدا لان حاسة ان فيها كل حاجة ممكن تتعمل. يلا بينا. يا جماعة أنا متجهة دلوقتي إلى الكلينيك، وبصراحة أول حاجة مواعيدهم مش مظبوطة لأن برينا صاحبتي وصلت الأول. احنا المفروض ميعادنا الساعة 5، الساعة دلوقتي 6 إلا 5، هي لسه داخلة من 5 دقايق يعني تقريبا دخلت 6 إلى 10. يس هيكون في رحلة انتظار طويلة، وأنا بصراحة شخص بيكره الانتظار. في الوقت عشان أروح أكمل حمزة نميرة، مطربي المفضل يا جماعة للي ما يعرفش المعلومة دي، اكتبوا لي تحت في الكومنتس مين مطربكم المفضل، بس أنا بجد أغانيه تبسطني كده وتسلطني. جاهزين لتاني ترانسفورميشن؟ صح يا جماعه، امبارح عملت تنظيف البشره، اديله الريت مثلا 7.5. الباقي ده صراحه ناقصه لان انا اتوجعت، وانا اعتقد ان مش طبيعي ان انا اتوجع كده، بس انا اتوجعت قوي. بس الحمد لله ما طلعش اي حبوب ولا اي حاجه، وبصراحه مناخيري كانت قذره جدا. طبعا ما ينفعش ان انا اوريكم دلوقتي وانا حاطه ميك اب، بشرتي نطفت قوي خصوصا مناخيري، بس بجد اتوجعت قوي قوي قوي. فلو حد يكتب لي ان ده طبيعي ولا لا، بس انا حاسه ما كانش طبيعي لان كان بجد ليفل الم انا مش قادره اتحمله. الحاجات نظيفه وكده، بس المواعيد ما كانتش الطف حاجه. انا دخلت بعد معادي بساعه حرفيا. بتاع هما كمان بيعملوا لاش اكستنشنز، فانا صح من الناس اللي هو لما بروح مكان واحس ان انا مرتاحه فيه خلاص ممكن اعمل حاجات تانية، حتى لو حاسه ان انا ممكن الاقي سيرفيس اعلى من كده في حته تانية، بس اللي هو مش هروح لسه اقعد استكشف لان انا اصلا بالزق كده. عندنا ميعاد في اللاشز، بس بقول دلوقتي من اللاشز لان عندي بعض الخطط، بس لقيت نفسي بما اني في التجمع فكلمت المايكرو بليدنج، ودي تاني حاجه هنعملها في الفيديو ده. وهم قالوا لي حاجه، قالوا لي بما اني كنت عامله مايكرو بليدنج قديم فلازم ان انا اجي التكنيشن تشوفني الاول وتقول لي هينفع ان احنا نريفل عليه ولا هنضطر ان احنا نعمل له ريموف ونعيده تاني من الاول. فانا بصراحه عمري ما هعمل له ريموف لان انا مش هاجي ناحيه، مش هلعب قوي كده في حواجبي. فلو قالت لي ان احنا مش هينفع ان احنا نظبطه ونظبط الثيكنس، انا عايزاه زي ما انا رسماه كده شايفين، فان احنا نظبط الثيكنس كده لان هو خف قوي، مش هعمل حاجه. فدلوقتي ميعاد زياره مع التكنيشن، هطلع واشوفه. بالمناسبه انا بعمل في برازيليان مايكرو بليدنج برضو، لان هم اوريدي كانوا عاملين لي الاولاني للي متابعني تقريبا من سنه ونص، وكانت الاكسبيرينس بتاعتي مش افضل حاجه مع التكنيشن وكده، بس اوريدي بقيت عارفه اخد بالي من ايه. بس مش هروح لحد تاني يعمل شغل على شغل حد تاني، لو فاهمين قصدي. دعواتكم. اوكي يا جماعه، فاينل ابديت. ما لقيتش صراحه حاجه، انا طلعت ونزلت على طول. طلعت ومسحت الميك اب اللي كان على حواجبي، والتكنيشن شافته قالوا لي خلي التكنيشن تشوفه قبل ما تقعدي تستني وكده. بصراحه يعني كانت حركه حلوه منهم، علشان لو ينفع تعملي ولا لا. فهي قالت لي انه لسه في بيجمنتس قويه موجوده في حتت، بقت فاضيه بس لسه في بيجمنتس قويه موجوده. فقالت لي في حلين، لو عملنا على الحاجب كله دلوقتي كله هيبقى غامق قوي، هيبقى غامق جدا. فقالت لي هو دلوقتي لون شعرك فدلوقتي هو حلو، ولو عملنا بس في الحتت الفاضيه وتخناه مثلا، شفتوا هنا كده ممسوح وهنا كده في حتت ممسوحه وظبطناه ان احنا نتخن الشيب شويه، هيبقى في عندك تو كولرز، هيبقى في عندك البيجمنت الجديد بلون والقديم بلون، مش هيبقوا نفس الكولر بالظبط لان ده خلاص ابتدى ان هو يفيد. فقالت لي قدامه مثلا 6 شهور كمان ويروح خالص. قالت لي بقى لما يروح خالص نعمل واحد جديد بقى على النظافه بقى وكده. فبصراحه هي حسيت ان هي فاهمه قوي واقتنعت جدا بكلامها. هما كل التكنيشنز اللي عندهم راشن تقريبا، وبصراحه ما شاء الله كانت شكلها حلوه قوي فصدقتها. قلت لهم خلاص تمام، باجي لكم بقى كمان 6 شهور. اول ما نزلت لقيت الميعاد بتاع اللاشز بتاعي اتكنسل، عندهم ديلي في المواعيد وكده فنخليه بكره. بيزيكلي نزلت من البيت النهارده علشان اعمل حاجات ومحتاجات، ما عملناش ولا اي حاجه من التو دو ليست بتاعتنا، بس شطبنا المايكرو بليدنج انا مش هينفع نعمله دلوقتي. والنهارده بقى يوم الضوافر العالمي، رحت قابلت فرينا صاحبتي ويلا بينا على مكاني المفضل للضوافر، جلام هاز. هو موجود في احسن مكان بعد تجارب كتير جدا بعمل فيه ضوافري، وحبيت قوي الشنطه دي ادوها لي عشان احط فيها كل الاكسسوارز اللي كنت لابساها، فحاجات كيوت كده. اخيرا خلصت ضوافري، بجد احلى مكان بعمل فيه باتيكير ومانيكير في مصر كلها بعد ما جربت اماكن كتير جدا. جلام هاز هسيب لكم برده اللينك بتاعه تحت. ودلوقتي جه ميعاد اللاشز، كلموني يا جماعه يعني النهارده 3 مرات عشان حاولوا يغيروا الميعاد واجلوا لي ميعادي عشان مش عارفه عندنا ايه.
المهم اجلوا لي ميعادي في الاخر خالص من 4 ل 4 ونص، فانا هطلع دلوقتي الساعه 4 ونص ل 5. ويا رب ادخل بقى في ميعادي. فعلا عندهم مشكله مواعيد خطيره خطيره. دلوقتي دخلت علشان اشيل كل الميك اب، لان انا حاطه اوريدي ماسكه، فلازم نتاكد ان كل الميك اب وكل حاجه مش نظيفه تماما علشان تلزق عليها. واخيرا اخيرا هدخل، تقريبا متاخره على ميعادي ساعه الا تلت كده. ف بس يا رب بقى تطلع حلوه في الاخر، لان هم عندهم صور حلوه جدا على الكام بتاعهم. متحمسة جدا، دي صورة الستايل اللي انا اخترته. حبيت ان هو يكون اطول شوية من هنا علشان ما يبعدش عيني عن بعض، لو فاهمين قصدي. ف يا رب تظبط. اوكي يا جماعة، الساعة 6 وانا لسه ما عملتش حاجة. فبصراحة حسيت انه this is too much بجد. قالوا لي اخر حاجة هتدخلي 6 الا ربع، الساعة 6 ومفيش حاجة حصلت. و بجد الواحد يعني بيجي علشان كده يريلاكس ويبقى الدنيا لذيذة وبسيب اللي وراه علشان يتبسط. بجد في حاجات دايما بتبوظ الترانسفورميشن، منها الاماكن الانبروفيشنال خالص، خصوصا في المواعيد. انا اصلا المفروض دلوقتي اكون مخلصه وماشيه، اللي هو انا معادي الساعه 4 الساعه 6 وما دخلتش. انا اصلا غلطانه ان انا فضلت قاعده مستنيه. بصراحه انا عارفه ان هم عندهم ديلي من الميعاد بتاع السكين كير اللي عملته، بس كان يعني الديلي وقتها كان نص ساعه، ساعه الا ربع، ما كانش مشكله كبيره. ديلي ساعتين، this is a lot بجد، ده مش طبيعي. فبجد I don't recommend ابدا. هسيب لكم برضه كده كده اللينكس تحت علشان تكونوا عارفين لو طلع كلكم او حاجه، حتى لو سيرفيس كويسه. انا لسه ما جربتش كل السيرفيسز، انا جربت سيرفيس واحده. عدم احترام المواعيد ده بجد خط احمر، اللي هو يومي باظ حرفيا وما عملتش حاجه. نو كومنت. ولكن الجميل في الموضوع ان ده فتح لنا سبوت ان احنا نجرب مكان مختلف ومكان جديد لللاشز. فاعتقد ان انا هروح اعملها كمان يومين بقى، لان انا اوريدي عندي الويك اند فيه بلانز كتيره جدا. فهاخدكم معايا واقول لكم برضو الاكسبيرينس بتاعتي وكل حاجه. ف ستي توند يا جماعه، في اخر الفيديو ده هتطلعوا كده بخطه لو حد حابب يعمل نيو لوك، تاخدوا التجربه علشان ايه ما تقعدوش تروحوا وتيجوا كتير. سو فار جلام هاز از ماي فيفورت، ولازم ان انتوا تجربوه. بالنسبه لللاشز هم صح كلموني امبارح كتير جدا، خصوصا بعد ما نزلت ستوري وكده، انه قلت ان انا اتاخرت هناك. فبس انا صح خلاص ما بقتش حابه ان انا اروح، لانه يعني الفايبس بتاعتي خلاص اتقتلت هناك. فانا اصلا بعمل الفيديو ده كله عشان نفسيتي تبقى احسن، وانتوا كمان نفسيتكم تبقى احسن، ونطلع في الاخر خالص بفاينل لوك كده حلو وجديد. لقيت في صالون في مدينتي هو اصلا بتاع ضوافر، اسمه ثواني هقول لكم اسمه ايه، ارتم، اسمه ارتم نيل بار، ارتم نيل بار. ده اوريدي موجود في اوبن اير مول، وكنت روحته قبل كده عملت باديكير. صح الباديكير بتاعهم ما كانش احسن حاجه، لان انا برضو بقارن بجلام هاز، فانا اوريدي يعني عندي هاي اكسبكتيشنز. بقيت الستاف اللي شغالين هناك عندهم في اللاشز وفي النيلز كانوا راشن، عندهم صور حلوه قوي الصراحه لللاشز. فحسيت بصراحه ان انا ممكن اديهم شوت، فكلمتهم قالوا لي ان اللاش ارتست بتيجي يوم السبت والثلاث بس. فاعتقد ان احنا هنروح لسه كمان 3 ايام، فحجزت ميعاد وان شاء الله تطلع حلوه. يا صباح الخير، لسه مكلميني كنت ناسيه تماما يا جماعه، ومسقطه حوار الحجز بتاع الرموش بتاعي النهارده. فهم كلموني انا معادي الساعه 1، الساعه دلوقتي 1 وربع. فهم كلموني قالوا لي انت فين، فقلت لهم ايه ده اوبس انا نسيت. فقالوا لي نستناك نص ساعه. فياي هم الحمد لله قريبين في مدينتي فهلحقهم. اللي سالتهم لو عندهم اي افيربيلتي تانيه النهارده، فقالوا لي لا هم بس موجود عندهم يوم ثلاث ويوم السبت. فانا صح مش عايز استنى للسبت الجاي، فقمت نطيت في اي حاجه عندي ونزلت على طول. ومن كتر ما انا مستعجله نسيت نضارتي، فصح مش هطلع تاني عشان اوريدي متاخره. فسالت نضارتك يا شادي، يا رب يكون شكلها حلو عليا، لان انا يا جماعه من الناس اللي بتكره انها تمشي الصبح بدون نضاره. بس خليني اول اقول لكم انا عايزه اعمل ايه في رموشي. انا عايزاهم يكونوا من هنا اطول حاجه، لو فاهمين قصدي. الكات اي ما بتلاقيش عليا خالص، علشان بحساب تبعد عيوني اصلا اكتر ما هو بعيد، لان المسافه دي عندي كبيره شويه. فبحب اكتر يكون الفوليوم عندي جاي في التلت، مش السنتر، في التلت لو فاهمين قصدي. فيا رب نعملها. ومش عارفه الصراحه الرموش اللي انا منقياها او الديزاين اللي انا منقياه ده الكثافه بتاعته ايه، بس يا رب ما يكونش كتير، لان هما برضه اكسبنسيف قوي بصراحه، اسعارهم مش رخيصه خالص. الرموش ستارتنج عندهم تقريبا من 800، الكلاسيك سات عندهم 900 جنيه ده اللي انا فاكراه. وفي عندهم رموش اب تو 1400
تقريبا او فيها نوم 1600 ولا مش عارف ايه اغلى حاجه. فيا رب تكون الكثافه اللي انا عايزاها دي مش غاليه قوي علشان ما نعيطش كلنا. وريت لها الصورة هي حلوة جدا شكل عينيا و it's a classic. Yeah, let's get started. How long it should take? 1.5 hours. Oh. Okay يا جماعة OMG بجد خطيرة. شكلي غريب شوية علشان مسمرة قوي ورينج لايت ضربة في وشي بس خطيرة. لما تيجوا اسألوا على ليا بجد فظيعة سوبر سوبر ناتشرال. اكتبولي تحت الكومنتس رأيكم ايه بالدي. تقريبا احلى لاش اكستنشن عملتها في حياتي كلها. للأسف الفيزا طلع عندهم فيها مشكلة فهروح اسحب، بس بصراحة مش متقدرة خالص. انا ماشي في الشمس عشان اسحب الفلوس، ولكن مبسوطة عشان روشي حلوة على عيني والله. وانا لابسة لكم النضارة كده بس الدنيا شمسة قوي. بس بجد يا جماعة الرموش خطيرة مهما انا احكي لكم. هي قصيرة شوية ولكن it's super natural ان انا مش حاطه ميك اب ومش عامله حواجبي، فشكلها ماشي مع عيوني. دي حاجه اصلا من الحاجات اللي كانت قلقاني قوي انه تبقى تقيله قوي فيبقى شكل وشي كان رموش طالع لها وش، لو فاهمين قصدي. نايس اكسبيرينس وتشيرفل كده المكان والفايبس حلوه، كل حاجه حلوه. طبعا انتوا عارفين انا بعشق اوبن اير مول كده كده، فالفايبس حلوه بصراحه، اكتشاف جامد يعني. هلو، مش عارفه الفلوج ده رايح على فين، ولكن انا بصور لكم دلوقتي بعد شهر ونص او شهرين تقريبا من اخر كليب انتوا لسه شايفينه دلوقتي. ليه بقى؟ ليه اخر شهرين الحياه ما كانتش ظابطه قوي معايا، ما كانتش حلوه قوي، وفقدت الشغف في حاجات كتيره جدا، منهم تقريبا الليست اللي انا كنت حاطاها اول الفيديو. شايفين اصلا شعري عامل ازاي؟ وبصراحه يعني حاسه ان انا يعني حابه انه ايه عدم بذل مجهود شويه في الموضوع، لو فاهمين قصدي. فعادي انا بصراحه يعني الفيديو ده كنت عاملاه ده عشان كنت حاساه قوي، فعادي في النص لو احنا جينا وحسينا ان احنا عايزين نوقف هنا وبعد كده نكمل ممكن في فيديو تاني، عشان كانت تجربه حياتيه نابعه عن احتياج عندي. فالمهم عادي جدا، الانسان كل شويه احتياجاته بتتغير. بس الحاجه اللي بصراحه فضلت اعملها وهي رموشي يا جماعه. بجد المكان اللي عملت فيه اللاشز ده خطير. عملتها تاني، المره دي بقى عملتها اتقل شويه او اطول شويه، طلبت ان هي تكون اطول شويه عشان تكون باينه. فاكتبوا لي رايكم ايه. هي كانت دلوقتي بقى لها 4 ايام خطيرين بجد. مرة فاتت على فكرة فضلت قاعدة معايا حوالي تقريبا 40 يوم، اخر رمش وقع بعد 40 يوم تقريبا، فبجد كانت خطيرة. خلوني دلوقتي بقى علشان انا النهاردة زهقانة جدا، وبقالي فترة زي ما انتم شايفين مش موجودة على قناة البلوجز، مع ان انا مصورة بلوجز كتير جدا، بس محتاجة ان انا ادخلها في الايديتنج ونظبطها علشان تنزل. قررت ان انا النهاردة اعمل حاجة مختلفة واني انزل اشتغل من برا، وانا بحط ميك اب وبجهز معاكم احكي لكم اخر فترة دي كان في ايه، واوريكم الروتين بتاع الميك اب بتاعي بشكل سريع جدا، اللي هو ايه بيحسسني ان انا حياتي احسن في اليوم، لو فاهمين قصدي. اول حاجة اعملها هي شعري، بصراحة مش عامل فيه حاجة قوي، انا ليتلي متعلقة جدا بالكليب دي فخطيرة. بقوم رافعة بس شعري كده وحطها الديلي ميك اب. انا اوريدي مرتبة وشي، فبحب استخدم الجلو برايمر او اي حاجه بتدي جلو عموما، لما بحطش يعني حاجه قوي على وشي، بس بحب ان السكين يكون شكلها كده ايه هيلثي، لو فاهمين قصدي. كيوت شكلي، ولكن اعتقد انتم حاسين قد ايه انا فاقده الشغف الفتره دي، وكلنا والله. فعشان كده النهارده حبيت ان انا اصحى انزل اشتغل من بره البيت علشان اكسر الروتين شويه. كنت لسه بقول لكم على انستجرام ان من اصعب الحاجات للشغل من جوه البيت، وهي ان انتم تعرفوا امتى تفصلوا. مناسبه دي كده هما بيدوها لي لما بعمل الرموش، وبس كل اللي بعمله ان انا بسرحهم بيها عشان يكونوا مظبوطين كم مره كده في اليوم. استخدم الباليت دي من ميك اب فوريفر لان الكونسيلر بتاعها خفيف، صح مش تقيل خالص، الكارش بتاعتها خفيفه وهو ده اللي انا عايزاه. وهاخد اللون ده
وهعمل له ميكس مع اللون ده، يا جماعه مع الغامق، علشان يكون نفس الاندرتون بتاعت السكن بتاعتي بالظبط، عشان ما يكونش باين ان انا حاطه حاجه. خلوني اقول لكم ان انا اكتشفت اخر شهرين حياتي ليه مخيشه في الحيطه، علشان انا مش ببلان، وانا شخص ماشيه ببلانر طول حياتي من وقت ما كنت في الجامعه. فاول مره ان انا طول الفتره دي ما اكتبش انا هعمل ايه في يومي، ما ظبطش الشهر بتاعي، الكلام ده كله. فالدنيا خيشت مني خالص. اول حاجه هعملها اول ما انزل اقعد في مكان عشان اشتغل هي اني هقعد ابلان للشهر ده نوفمبر، انا لسه في اوله. قالها لي هنا حبايه معصباني بقالها فتره، هي مش حبايه خلاص، هي كانت كبيره قوي كل اللي جواها طلع، ولكن بقى ايه البامب بتاعتها لسه موجوده شويه. انا مش عارفه النهارده استخدم البينك ولا الصفره بصراحه. يا جماعه الباودر البينك دي من شي جلام خطيره، زي ما انتوا عارفين اغلبيه الميك اب بحطها، ولكن النهارده حاسه بما اني مش حاطه حاجه قوي فممكن ان انا استخدم الصفره، لان هي نفس اللون بتاعي. واعتقد ان انا مش هحط بلاشر، هحط برونزر بس عشان احافظ على فاهمين اللي هو البرونز لوك ده شويه كده. هي بنفس الفرشه، احنا لسه هنقعد نغير. استخدم البرونزر ده في جلو كده من ماك، اي برونزر عندكم يكون فيه جلو بجد بيدي كده شباب، وهو ده اللي احنا كلنا بنبحث عنه دلوقتي. دي الوش كده، وهقوم ايه صاحبي على فوق. بجد اللاشز بتحسسكم ان انتوا ايه مش محتاجين تعملوا حاجة اصلا. ده بسألوا عليها على الانستجرام، بستخدم القلم ده من شي جلام. خليني بالمرة اوريكم الروتين بتاعها لانها فعلا خطيرة. بصوا بقوم رسمة اول حاجة كده بالقلم من تحت. بصراحة انا مش فاكرة اسم الدرجة ايه، لان للأسف شيك لما بيكتبوش الدرجة على البرودكت نفسه، بيكتبوها على العلبة من بره، ولكن انا فاكرة ان دي كانت الدرجة اللي قبل الاخيرة، وفي منه 4 درجات، دي كانت الدرجة الثالثة. بصوا بحددها الاول كده بس الاطراف كده بتاعتها، الفرشة بتاعت اللي هي السبولي دي او اللي هي بتاعت الحواجب دي، وبقوم ايه مسرحها كده. هي بتقوم ايه مدخلة القلم الحاجب، ما بيبانش ان هو خط، ده اللي انا عايزاه. علشان ننقل بقى على الناحية التانية، وهي زي في الماستر كده، وكل اللي انا بعمله بعمله كده علشان الحبر ينزل فيه، وبعمل بس كده ايه زي ستروكس كده او خطوط كده خفيفة. اوبسي، قدام كده شايفين كده، فانا اوريدي محددة الشيب بالتاني، فده بس ايه زي كده بيديله ديفينيشن. فدايما تسألوني عامله حواجبك ازاي على الانستجرام وكأنها واخده فيها وقت وكده، ولا اي حاجه بجد. ده اخر روتين اللي هو بستخدمه لحواجبي، فعلا خطير. بسيطه خالص، اللي هو كيكو درجه 30. بجد يا جماعه الجلاسز بتاعت كيكو تستحق التجربه جدا. هحط كده وشه كده خطير، وريحته يم يم. هشيل بقى دي كده. اكتبوا لي تحت رايكم ايه في الميك اب الديلي بتاعي، ولكن الصراحه بيحسسني احساس كويس عن اليوم وعن نفسي. فده كان كل حاجه الفيديو النهارده، وده كان كل حاجه الفيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو النهارده اضغطوا لايك للفيديو ده، اشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واشوفكم الاسبوع الجاي بفيديو جديد.